بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هقرا معاكم كده جزء من رساله معلمنا بولس الرسول لتسالونيكي، الرساله الاولى اصحاح 2. الجزء ده كده بيدينا فكره حلوه كده مع شهر 12 وقرب نهايه السنه، الواحد ازاي يراجع خدمته المقبوله قدام ربنا وخدمته مستوى نجاحها من خلال شوية مبادئ قالها معلمنا بولس الرسول لبتوع تسالونيكي من عدد 1 لعدد 12. هقراه كده على مهلي ونحاول واحنا شغالين كده بنقراه ورقة وقلم بقى أو نكتب على موبايل أو نكتب في حاجة كده، إيه الصفات اللي الواحد يقدر يقيم بيها نفسه في خدمته خلال الفترة دي، وبالتالي يبدأ الإنسان يراجع نفسه ويقول كده إيه الأمنيات عندي في حياتي لخدمتي في السنة الجديدة في الكام يوم اللي فاضلين، عشان الواحد يبدأ سنة جديدة حلوة يستقبل فيها المسيح بميلاد جديد في حياته وبخدمة لها طعم مختلف عن السنين اللي فاتت كلها. لأنكم أنتم أيها الإخوة، بيكلم بتوع تسالونيكي وبيكلمنا إحنا كمان، تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيليبي جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير. أنا بقرأ على مهلي عشان إيه؟ نطلع أنا وإنتم النقط اللي موجودة في النص اللي قدامنا. لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع الله شاهد، ولا طلبنا مجدا من الناس ولا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح. طبعا هو هنا كانوا بيشككوا شوية في إيه؟ في كرازة معلمنا بولس الرسول. بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها، هكذا إذ كنا حنين إليكم كنا نرضي أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا، فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم. أنتم أي المؤمنين كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. نعمة الله الآب تحل أرهنا جميعا يا إخواتي أمين. خدنا بالنا من الصفات الموجودة كتير قوي، صح؟ بحر. فتعالوا ناخد حسب وقتنا، يعني تفوق بنخلصوا كام؟ 2. تخلصوا كام؟ 2 مش كده؟ وفي فقرة تانية بعدية، يعني خلص 2 ل10 مش كده؟ مش مراجعة لحن ولا حاجة؟ طيب هنزل لكم بقى عشان نركز مع بعض. تعالوا ناخد آيتين كده ونطلع منهم بعض الصفات. لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم إنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيليبي جهرنا في إلهنا مع
أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير. يعني إيه كلمة دخول إليكم لم يكن بطلا دي؟ يعني إيه؟ فكرت كلام مفهوم ولا كلام بولس تقيل؟ تقيل ها؟ كلامه تقيل شوي. طيب لما أول حاجة لما يقول لهم أيها الإخوة، تخيلوا بقى معلمنا بولس العظيم كروز الأمم يكلم تسالونيكي، دول كانوا ناس أساسا أمم وقبلوا الإيمان، دي أول رسالة كتبها تسالونيكي الأول، وبعدين اتنقلوا من عبادة الأوثان وغيره إلى المسيح، وبدأ إخواتهم يضطهدوهم، إخواتهم يعني الأمم يضطهدوهم واليهود كمان يضطهدوهم، فكان هنا بعت لهم الرسالة عشان يشجعهم يقبلوا الآلام والتحديات اللي موجودة بعد ما قبلوا الإيمان. مش بس كده، عشان يشجعهم لأن كانت ألامهم صعبة قوي، بدأ يركز ليهم على فكرة أن المسيح جاي. يعني محب ندور على كلمة مجيء المسيح الثاني، ندور في تسالونيك الأولى والثانية، خدين بالنا؟ هتلاقوا حتى كل إصحاح يختمه بفكرة الرب قريب، درجة افتكروا خلاص المجيء على الأبواب، فإيه قال لك سابوا الشغل وسابوا كل حاجة وقعدوا مستنين المسيح يجي. راح بعت الرسالة الثانية قال لهم لا، ده في علامات قبل مجيء المسيح، مش ده اللي أقصده، أقصد إن احنا نعزي بعضنا بعض بهذا الكلام عشان نقدر نحتمل الآلام اللي بتجيلنا في أتعابنا، سواء كان في الإيمان أو في الخدمة أو في أي حاجة. فأول حاجة لما يكلم بقى ناس أمم، وبولس أصلا يهودي يعني فريسي ابن فريسي، ويقول لهم أيها الإخوة، منال خدم وسط ولاده يتعامل معاهم إزاي؟ وسط خدام اللي حواليه يتعامل معاهم إزاي؟ تخيلوا ما يكون في خادم صغير كده لسه جاي من عندات خدمة ما بقالوش سنة ولا اتنين وخادم بقاله 20 سنة، يتعاملوا ازاي مع بعض؟ ينفع يقول له ايه رأيك يا فلان تقول لنا فكرة حلوة كده عشان نحاول نعمل او ننشط حاجة معينة في الخدمة؟ اقدر اقبله واقدر اقبل فكرته حتى وكانت لسه فكرة خضرة صغيرة، واحد نزل من غير خبرة خالص وهو داخل مندفع بقى نفسي اعمل واعمل واعمل، هل بحجم الخادم ده ولا فعلا بقابله بالتضاع؟ زي ما كان البابا شنودة زمان ربنا ينيح نفسه يقول لك كده، كن ابنا وسط اخوتك وايه واخا وسط ابنائك، ابنا وسط اخوتك واخا وسط ايه وسط ابنائك. فاكر خادم حلو كده حد الاباء دلوقتي لما نزل اعداد خدمه، فبيقول اول حاجه جت في ذهني قلت اه هقابل بقى خدام قدام بقى لهم 10 سنين وهنقعد نخبط مع بعض، انا عاوز اعمل حاجه، هو ماشي ايه خادم التقليد اللي جايب التباشيره والصبوره والكلام بتاع زمان ده. فالحقيقه بيقول لي صعقت ان لقيت الخادم اللي بقى له 10 12 سنه في الخدمه، فبقول له إيه تحب نختار الفصل نسميه ايه يعني؟ فقال له هو الفصل كان اسمه الانبابوله وانا بحب الانبابوله، يعني تحب نختار اسم تاني؟ قال له اه ممكن نسميه بولس الرسول. قلت بقى هيديني في وشي بحاجه ولا بتاع؟ قال له ياه، طب ما بولس هو بولا، ما كلمه بولس معناها بولا. قال له خلاص نسميه بولس بولس الرسول. بص له كده بجد يعني اه يلا نحط اسم الفصل على الكشف ونقول لاولاد يلا اول درس يكون عندنا عن بولس الرسول، يعرفوا مين شفيع الفصل. قال يمكن مره بعد شويه لا ايه يقول له طب ما تشوف بقى ونشوف وسيله ايضاح كذا، بدا يجيب وسيله ايضاح ويحاول يعمل، وكان خادم مبتكر بصراحة، فاداله مساحة من الحرية غير عادية، فبدأ الخادم يخدم بروح إيه؟ مختلفة خالص. هكذا معلمنا بولس الرسول بيقول لهم كده بتضاعوا أيها الإخوة، إيه ده؟ بولس أخونا؟ ده اللي معلمنا الإيمان أساسا، إزاي يقول ده أخونا يعني؟ وبعدين يقول كمان إيه؟ دخولنا إليكم لم يكن باطلا. يعني إيه لم يكن باطلا؟ يعني دليل الخدمة الناجحة إن في ثمر في حياتكم. تخيلوا ناس بتعبد أوثان، طقس عندهم الحرية عندهم مفتوحة، ياكل أي أكل، يشربوا دم حتى، وطقوس عبادة الأوثان صعبة، فيها زنا وفيها عبادات وطبول وحاجات كده. فكون الواحد يتغير من الطبيعة الشرسة دي إلى الإيمان بالمسيح وإنه يقبل كمان الآلام والضغوط من بره عشان بدأ يمشي صح، خدين بالنا، فدي مش سهلة. فده ثمر واضح في حياة مين؟ المخدومين اللي خدمهم كم سنة دول،
عشان كده بيقول لهم إن الخدمة دي طلعت ثمر في حياتكم. وهكذا الإنسان أو الخادم يتابع خدمته ويترى إن خدمتي دي فيها ثمر في حياتي أولاً وفي حياة المخدومين ولا لأ؟ صلاتي بتزيد، علاقتي مع ربنا بتزيد، ولا الخدمة بالنسبة لي عمل باجي أشتغل وبتاع، ويوم الجمعة ده طحونة مش كده؟ عندنا الجمعة ده طحونة، أيام الخدمة والسبت أيام اللي فيها خدمات دي، لا الخدم ده إيه؟ طحونة، طالع نازل نازل طالع رايح يمين شمال، يعني يجيب الكنيسة كلها كده 50 مرة. خدمة نشاط حلو خالص، بس الحقيقة الكلام ده ليه تأثير جوايا ولا لأ؟ ولا مجرد عمل برتبه زي واحد كده في شركة حاطط شوية تاسك، كل واحد عليه تاسك يعمل الشغل بتاعه ويجيبه، وفي الآخر حصيلة اليوم حصيلة الأسبوع عملنا الأعمال الفلانية أنجزنا الخدمات الفلانية. هل الخدمة بالنسبة لي إنجاز ولا لأ؟ خدمة بتجيب ثمر، خدمة بتجيب ثمر. بشوفه في حياة ولاد بتوب، بنبسط قوي لما يجي لي حد من الشباب يقول لي يا ابونا فلان ده كان بيعترف، يا ابونا ممكن تكلمه، ممكن تبعت له رسالة. بس كان عندي من كام يوم بنت كده، قلت له طب اديني تليفون ولا يكون تاه مني ولا حاجة، بعت رسالة برد علي بعد يومين، قلت حلو كويس. بعد شوية قلت له طب ما تيجي أشوفك، بقى لي فترة أشوفك، قال لي ماشي تعال. واحد تاني امبارح برضه حد قال لي ابونا اخويا يعني مالوش في الجو في الكنيسه والاعترافات ده، لو بس هو طيب لو تبعته هيقبله. بعت له وجالي النهارده، ايه ده؟ قال له خدام ولا بتاع يعني؟ مش زينا كده اجتماع خدام؟ لا دول ناس عاديين شغالين زينا واكتر، عاملين يجيبوا ناس، شايفين قد ايه الثمر شكله ايه؟ الناس اللي معايا حبوا الكنيسه اكتر ولا لا؟ حبوا القداس ولا مستثقلوا القداس؟ عشان بيزعقوا لنا فيه كتير. حبوا تسبحة، حبوا الكنيسة، حبوا أبونا، حبوا الأسرار ولا لأ؟ ما دي كل دي معايير، معايير نجاح خدمة، معايير نجاح خدمة. هل أنا فعلا بقى زي معلمنا بولس الرسول كده يقول إيه؟ أخدتكم بمكر، ناصح كده إنه يعرف يجيب الشخص ده إزاي؟ ولا بالنسبة لي لما الاقي قبل اي صدمات ولا حاجه اتعب واقعد اشتكي، اسهل حاجه هي ان الواحد يقعد يشتكي كل شويه. بعدين في عدد 2 يقول ايه؟ بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا، عارفين بغي يعني ايه؟ افتروا علينا يعني، خدين بالنا مش اتظلم بس، لا واحد استلم يعني افتروا عليه بزياده. وبغي علينا كما تعلمون في فيليبي، طبعا فيليبي دي ايه يعني اتبهدل فيها تمام. طب كانت النتيجة إيه؟ لما الإنسان يصطدم أو ما يقابلش الثمر ده في الخدمة أو اصطدم مع الناس اللي حواليه، الحل إيه؟ في واحد يقول لك لا 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 خلاص بقى لا خدمة ولا بتاع، سيبك من جو ده تشوف أي حتة تانية، يعني من قلة الخدمات ما نعمل أي حاجة تانية يعني. ولنا بولس ما قالش كده، قال على العكس، قال جهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير. العكس العكس، وده كان روح أبائنا الرسل أول لما نزلوا خدمة. أول لما نزلوا خدمة كانت النتيجة إيه؟ اليهود اتضايقوا، كتبوا الفريسيين اتضايقوا وقبضوا عليهم ودوهم علقة تمام، وقال لهم اوعوا تجيبوا سيرة الاسم ده تاني. كانت النتيجة إيه؟ يقول لك فصلوا، قال له أعطى أن تعطى آيات أكتر، هم بيصلوا على يد ولادك الرسل والتلاميذ دول باسم فداك يسوع. إذا كانت المعجزات دي بتغيظهم بعد معجزة شفاء المقعد كانت في باب هيك على باب هيكل الجميل، بلنا بطرس ويوحنا لما بطرس شفاء قال له لا يا رب خلينا نزود. فكل لما يقابل أتعاب يعمل إيه؟ يزداد أكتر، يزداد أكتر. بس طبعا شغال مش شغال بدماغه، ده شغال بإرشاد وشغال بتوجيه، مش شغال لوحده. لأن المبدأ عنده هو إيه؟ هو الثمر يطلع منين؟ إلا لو فيه شوية تعب. البذرة مكانها فين؟ خدام كلهم بيرموا إيه؟ بذرة. إحنا عارفين ولدنا دول بعد 15 20 سنة هيبقوا فين؟ ما نعرفش. ممكن ناس تهاجر، ممكن ناس تروح الدير، ممكن ناس تتكرس، ممكن ناس تبقى ساقفة وبطاركة بعد كده، محدش عارف. فإحنا معانا بذار. البذرة مكانها فين؟ لو حطيت بذرة في علبة ذهب، ذهب هتطلع ثمر؟
العلبة ذهب بس البذرة مش في مكانها الصح. البذرة مكانها فين؟ في الطين. فكل ما البذرة تنزل تحت في الطين كل ما تطلع صبر. ده اللي ربنا يسوع المسيح قاله: إلا ما تموت حبة الحنطة في الأرض. عشان كده تعبي ليل نهار في الخدمة وطالع نازل وغيره، لازم أشوف أنا الثمر اللي طلعت بيه النهاردة. بقول دايما للخدام حاجة حلوة قوي، بقول له لو أنت مقصر في الافتقاد أصح، مش عذر، لازم تنزل وغيره، لكن على الأقل اللي يجي لك لحد عندك دي فرصة ما تسيبهاش. كم واحد بيجي لي في الفصل النهاردة؟ كم واحد بيجي لي في الخدمة كل مرة؟ لو أنا كل مرة ركزت على اتنين تلاتة افتقدتهم، افتقدت كأني يعني اديت لهم وقت نص ساعة كده لكل واحد، كأني نزلت له في البيت وافتقدته. ده لا يلغي ده، خدين بالنا، بس على الأقل عرفت ده أخباره إيه، حياته أخبارها إيه، في حاجة تعباه، زقيته على أنه خدته كده من إيده لابونا عشان يعترف. زي النهاردة في كده ناس قالوا لي أبونا ممكن نبعت الفصل يعترف النهاردة، قلت لهم تعالوا معاكم كم واحد؟ قالوا لي 12. قلت لهم خير وبركة تعالوا. أخدين بالنا، خادم حي عاوز العيال فين؟ تيجي تعترف، تيجي القداس. كم واحد من فصل النهاردة عرفت أنه جه القداس؟ حد فينا يعرف؟ زمان كانوا يقولوا لنا ان كشف الغياب والحضور بتاع الفصل يتاخد فين؟ في القداس مش في الفصل. ليه؟ هو جيت ناول النهارده نمره واحد، هي اهم حاجه يلزق في المسيح النهارده. نمره اتنين يسمع الدرس والقصه والحكايه حلو، بس العمل الداخلي اللي هيتم جواه اكتر بايه؟ بسر الافخارستيه، باتحاده بالمسيح. باتحاده بالمسيح. عشان كده اذا قابلت اي مشكله في اي وقت مش الحل الواحد يهرب، بالعكس جاهرنا بإنجيل، جاهرنا بالإنجيل. وبعدين يقول حاجة في آية 3، آية غريبة شوية مش كده؟ لأن وعظنا لم يكن عن إيه؟ ها؟ ليس عن ضلال ولا دنس ولا بمكر. إيه الفرق بين الثلاث كلمات دول؟ سؤال صعب ده. وعظنا ليس ايه؟ عن ضلال ولا دنس ولا بمكر. يعني ايه؟ اقول وخلاص يعني ولا هنفكر؟ طيب وعظنا ليس عن ضلال يعني ايه؟ في واحد يضل الناس. يعني ايه يضل الناس؟ واحد مش عارف فبالتالي عمال يقول حاجات فالناس اللي حواليه يضلوا، زي البذرة المغشوشة ترميها في الأرض مش هتطلع ثمر. معناه إن واحد يقولك يقول أي كلمتين يمشي بيهم اليوم وخلاص، لا في تحضير كويس ولا بيدور ولا غيره، أو أي شوية معلومات معروفة عنده. هنقولنا إيه النهاردة؟ درس عن مين؟ متى؟ مش ده اللي طلع شجرة ونزل وبتاع؟ غالبا كانت شجرة جميز ولا برتقال، مش هتفرق، المهم طلع شجرة يعني. هيقعد هو يقول كده هي شجرة جميز، بس هو يقعد يقولك أي حاجة تمشي يعني. خدي بالنا، حاجة تمشي الدرس النهاردة وتمشي اليوم. فده واحد إيه؟ يتوه، لا بيحضر كويس ولا مصادر ولا غيره. ممكن يكتفي بالكلمة اللي نقولها في اجتماع الأسرة بتاعتنا عشان ناخد حاجة صغيرة، يقولك ما هدول أطفال يعني. لسه من كام يوم حد من الآباء كنت قابلته بيقول لي زمان في الخدمة، يقول لي كانوا يوزعوا الخدمة عندنا إزاي؟ يقول لك كان يبدأوا الخدمة من فوق لتحت. ده كان سيدنا البابا، سوري ما كنا مع سيدنا البابا. يقول لك كان يوزعوا الخدمة من فوق لتحت، يعني يبدأوا من 6 ابتدائي يوزعوا الخدام، بعد كده يوزعوا 5، 4، 3، 8. كي جي بقى ده كان يخلوها في الآخر. ليه؟ قال لك أصل دي أكتر ناس بيرفكت في الخدمة، ننزلهم كي جي. إيه؟ ده احنا بالنسبة لنا إيه ده، ما ترقيتش السنة دي ولا إيه؟ هطلع سنة كام؟ لا ده أنا هنزل سنة كام؟ فيقول كلنا نبقى قاعدين عاملين كده، يا ترى مين السنه دي هيودوه كي جي 1 وكي جي 2؟ عشان ده اشطر واحد هيرمي البذره صح. هيرمي البذره صح. ليس عن ايه؟ عن ضلال. ولا دنس. دنس ده بقى اصعب شويه. يعني ايه دنس اصعب؟ واحد ممكن يقول شيء غلط ويصر عليه. يقول يا حبيبي بس في حاجه مش مظبوطه. لا هو كده. طب ازاي هو كده يعني؟ ده دنس. يقول لك ده حتى في ايات بتقول حتى الكنيسه ده حتى، ويقعد ايه؟ يصر.
ده اللي يطلع بقى تعليم غلط كتير في كل مكان. أو مكر، مكر دي بقى أصعب، مستوى أعلى، يعني عارف الصح والغلط، يقول الصح قدام الناس وعلى جنب كده يقول الحاجات الغلط أو التعليم الغلط، ودي أخطر، ودي أخطر. ليه؟ يحط بقى السم في العسل يعني، فدي أخطر. أنا خادم مش مقتنع بالصوم، صوم إيه بقى اللي نصومه ده؟ فأقف في الفصل أقول صوم يا أولاد ونصوم من غيره وبتاع، ويخرج يلاقيني واقف ماسك جيلاتي ولا واقف مش عارف بعمل إيه أو غيره أو بتاع، يقول لك أستاذ أنت مش صايم وبتاع، يقول لي حبيبي لا أنا صايم وكل حاجة يعني، ويقعد إيه يفلفص كده. واخدين بالنا؟ يجي واحد يقول له طالعين رحلة ولا غيره، ده بنجيب لهم إيه؟ ما هو ده بقى اللي لقيناه بقى سندوتشات همبرجر ولا مش عارف إيه، أه يا أستاذ بس يعني احنا في صوم ولا بتاع، لا لا مش مشكله يعني دول عيال صغيره تفرق معاهم يعني. واحد بيسلم روح وحياه كنيسه، واحد ايه مش فارقه معاه. طب علاج الثلاثه دول ايه؟ وعظنا ليس عن ايه، عن ضلال. علاج الضلال الواحد يعرف يدور معرفه، يفهم يدرس ويدور ويطلع الحاجه الصح ايه. بس اللي عنده ضلال ده شاطر، ليه؟ لانه بيرجع بسهوله، لو سمع ويرجع بسهوله مفيش قلق منه، تقول له ديني مش مظبوطه نصلحها، يقول لك صح نصلحها مفيش مانع. ده مره خادم بيقول لي حاجه جميله قوي، يقول لي مره ولد في اعداد خدام زمان سالني عن حاجه ما كنتش عارفها، قال لي خدت عربيتي ونزلت رحت لحد اباء الاساقف اعرفه في احد الاديره، ورحت قلت له في معلومه قالها لي بس انا مش عارف المعلومه دي اجيبها منين. فقعد يدور، كانت حاجه طقسيه، فجري على الانبا متاوس مدير السريان، وخد معاه معاد وقعد وقال له، قال له الحته دي في الطقس عايز افهم المعنى الروحي بتاعها ايه عشان دورت وما لقيتش. فقعد قال له، فرجع الاسبوع اللي بعد قال له جبتها، عرفت الحته دي منين. طب نمره اتنين كانت ايه؟ ولا عن دنس. علاج الدنس ايه؟ نقاوه. مقدما في التعليم نقاوه ووقارا واخلاصا، مش كده؟ مقدما نفسك قدوه ها للاعمال الحسنه، وعلينا بولس يقول كده لتيموساوس. واخر حاجه، الحاجه بقى الصعبه الاخيره هي ايه؟ المكر. يبقى الواحد صريح، انت فعلا عاوز ده ولا مش عاوز؟ واحد يقول لك انا اصلا مقصر في صلاتي، ينفع ان انا اتكلم درس عن الصلاه وعن الصوم وانا مقصر شويه في الصلاه والصوم؟ اقول له لو انت مقتنع وبتحاول وبتجاهد وليك قانون روحي وليك نظام مع اب اعترافك، قول طبعا انت مقتنع وبتحاول وتجاهد. لكن واحد مالوش في الجو ده خالص هيقف يتكلم عن ايه وهو مالوش؟ عشان كده دلوقتي بقت اجيالنا الصغيره اللي طالعه بقى بالنسبه لهم الممارسه الروحيه ايه؟ تقيله، تقيله. زمان كنا نقول له حبيبي تصلي، يقول لك اه بصلي بقول ابانا الذي. دلوقتي يقول لك لا يعني حتى ابانا الذي ايه تهت، بقتش موجود، ما بقتش موجود. بعد كده يقول ايه؟ وكما استحسن من الله ان نؤتمن على الانجيل هكذا نتكلم، لا كاننا نرضي الناس بل ايه الله الذي يختبر قلوبنا. في واحد يقول لك عاوزين نجيب الولاد ونجيبهم ونعمل، حلو. طب هنجيبهم ازاي؟ نمشي بنظام ما يطلبه مستمعون، نفسهم يسمعوا ايه، يلعبوا فين، يروحوا فين، حلو كويس. بس انت حاطط حاجه هدف عشان يروحوا المكان ده او الفسحه دي وتديهم حاجه روحيه كويسه ولا لا؟ في هدف ولا مفيش هدف؟ في خادم صياد، صياد شاطر يعمل الرحله الحلوه اللي الولاد بيحبوها، مش عارف برك ايه وملاهي ايه وبتاع، حلو قوي. بس وسط ديا مش راح يتفسح، لا ده فرصه، خلي فلان اللي زعلان مع فلان ده يركبوا مع بعض لعبه سوا وينبسطوا ويلعبوا، فالزعل بينهم راح. برافو. ياخد واحد كده ويقعد معاه ويدردش معاه طول السكه جدع، وهو راجع ياخد واحد تاني. رايحين نجيب مش عارف ايه، تعالى يا فلان تعالى نروح نجيب السندوتشات سوا، والسك عمال ايه رايح جاي. خادم كان معايا زمان في الفصل كده، كل مره ياخد اتنين من العيله يروحهم يتمشى بيهم لحد البيت، كل مره ياخد اتنين مختلفين يروح معاهم.
فالدنيا فرقت كتير جدا جدا. هدف الرحله دي ولا المؤتمر ده ان الخدم قرب قوي للولد عشان ايه؟ عشان يشدوا للمسيح. يلا بقى حضرنا النهارده، بكره تيجي تصلي معايا القداس، عدي عليك، رن عليك الصبح، فكرك تجيب التونيا وشماس، وقف معاك. تفرق قد ايه دي مع الولد انه يحس ان الخادم ايه؟ قريب قوي. والا يبقى الواحد ايه؟ يبقى الواحد سايب الدنيا كلها ومركز مع مين؟ ما ولا حاجه، مع النشاط والعمل والشكل الخارجي فقط. الشكل الخارجي فقط. عجبني قوي في اول رحلة رحناها للقدس من 4 سنين، طلعت منهم باثنين أو ثلاثة معرفهمش بيعترفوا معايا لحد دلوقتي. يبنى إيه ده؟ ما هو في ناس ملهاش في أي حاجة، بس عاوزة أي صنارة تعمل إيه؟ تشدها تصطادها. هل معنى كده سيب كل حاجة بقى مفتوحة عشان نكسب كل الناس؟ عمري ما هعرف أرضي كل الناس. عشان كده بعدين يقول ايه؟ فإننا لم نكن قط في كلام تملق، صح؟ كما تعلمون، ولا في علة طمع. ايه الفرق بين التملق والتشجيع؟ دي سهلة بقى، قولوا حاجة افتحوا نفسي يعني. اليوم تقيل قوي، أنا عارف النهاردة وخدمة تقيلة والفول تقيل، بس يعني ها، التملق والتشجيع ايه الفرق؟ حاجة مش موجودة فيه أو حاجة مش موجودة فيه، ماشي. ايه تاني؟ تملق والتشجيع ايه الفرق؟ يعني ايه تملق طيب؟ اول حاجه مش موجود، ها؟ قولي انت ليكي في الكلام، ما تقولي يعني. ايوه كده، ليه مصلحه. يعني شلوت سعادتك دافع على الامام يا فندم، عارفين الموظف والمدير؟ ها؟ يا فندم سعادتك مش عارف ايه بتاعه. هو اتغاظ منه اساسا، بس ليه وراه حاجه يعني؟ نبنى او انا اروح لاب اسقف بقى واعمل كده بتاع، اقول له صحيح ده عشان خاطر مش عارف ايه بتاع، اليوم كل مره اقول له ما يعملش. عايز من وراه حاجه؟ عايز من وراه حاجه؟ اما التشجيع هدفي الشخص نفسه، مش هدفي نفسي، هدفي الشخص نفسه. قد ايه ممكن نقول كلام تشجيع لاولادنا عشان نكسبهم؟ عارفين بس كنت بتكلم مع حد من اعدادي، فبقول له الولاد دول البنات دول تعبانين ليه؟ عشان الكلام الحلو ما يسمعوش. لكن لو الخادمه تعرف تحتوي كده، عشان كده معلمنا بولس هاجي كمان شو يقول ايه؟ كما ايه؟ كما تربي لمرضعه اولادها، يعني بتديها من نفسها، من جسمها، من لحمها، من لبنها، وتقعد تهتم تربي بيه عشان ايه؟ تغذي وتكبر. ولو تعبان بالليل الولد تسهر جنبه، وهكذا. وطبعا هنا معلمنا بولس بيقول لهم الله شاهد، يعني ما طلبناش منكم حاجه، لا منكم ولا من غيركم، وربنا عارف. يعني انا مش بتملق ليه كل شيء، امال بعمل ايه؟ ده انا بشجعكم كما تربي المرضعه اولادها. ولا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم، مع اننا قادرون ان نكون في وقار كرسل المسيح. ممكن اخذ الفورمه يعني، عارفين خدم الفورمه؟ مين بالنا؟ هو نازل استاذ فلان بتاع يتعامل بالشوكه والسكينه كده، ده فورمه. مهلنا بولس قال لهم لا، ده كان ينزل يقعد معاهم على الارض يعني، مهلنا بولس مش فارقه معاه. بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعه اولادها. كما تربي المرضعه اولادها. هكذا اذ كنا حانين اليكم كنا نرضي أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا جدا. أعمال المحبة ما تبانش بالكلام، تبان بالاهتمام، تبان بالعمل اللي باين. فاللي يحب المحبة طلع من جوه. أختم لكم بقصة عشان طولت وخدت أكتر من وقتي. فاكر مرة من مرات في أحد المؤتمرات خادم كان بيكلمنا، كنا مؤتمر مسنين، ناس كبار في السن، وخادم كان بيكلمنا عن المحبة، كان درس كتاب كده عن المحبة.
فكنا متجمعين المره دي ما كناش متقسمين، كان المؤتمر كله قاعد والخادم ده واقف يكلمنا عن المحبه. فبعد ما خلصنا كان ده قبل الكهنوت يعني، فسمعت اتنين من اللي معانا كبار، واحد بيقول التاني بيقول له هو الاخ ده اسمه ايه؟ يعني كلامه حلو قوي. فالتاني رد عليه رد عجيب قوي، عارفين رد عليه قال له ايه؟ ما قالوش اسمه ايه؟ قال له اصل المحبه ما بتتمثلش. شايفين سمر الكلمه جايه فين؟ قال له المحبه ده واحد بيحب ربنا بيتكلم وهو ايه؟ شيء عادي. واحد بيحب ربنا بجد من قلبه، فبيتكلم منين؟ من قلبه. فقال له المحبة مش بتتمثل، مش بتتمثل. وأكتر واحد أو ترومتر يقدر يدرك دي مخدوم بتاعنا، صدقوني أكتر واحد عارف وشاطر من كيجي لكل مرحلة بقى زي ما أنت عاوز، عارف ده بيحبه بجد ولا لأ؟ ولا جاي مجرد هو يمشي أموره بتاعه أو يتملك أو ياخد مصلحة أو أي حاجة بقى. عشان كده دي شوية نقط صغيرة كده الواحد يراجعها النهاردة. طبعا في حاجات تانية كتير بس الوقت مش هيساع، حاجات بسيطة كده تبين معايير للخدمة الناجحة في حياتنا. ربنا يعطي النعمة تكون خدمتنا حلوة مقبولة وناجحة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن للأبد. آمين.